ايوه، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعذرني أخي، أخي الحبيب رامي، حياك الله، أنت تفضل. دائما تزورني في المنام. نسأل الله سبحانه ما شاء وتعالى الله، أن يزيل همك آمين. ويرفع قدرك، لأن هذا ما رأيته في الحلم أخي رامي. رأيتك في الحلم وأنت يعني البداية كانت هناك جاري فيه عرس وفيه غناء، قلت له أسقط هذا فإن هذا مزمار، ثم أنا أتكفل بأيتام، فكان معي أيتام سبحان الله. ثم خرجت أنت من كنت تلقي يعني محاضرة أو شيء كهذا، فقلت لك يا أخي رامي أنت تلتقي بالناس وتكون قريب من الناس، لماذا لا لتستحم؟ فاستحمت في منزلي سبحان الله. فأنت احنا عندنا الحمامات ليست فيها دش، تكاسر الماء الحار والبارد، فأردت أن أغلق الباب، الباب لا يغلق. أنت أخرجت جهاز يعني إلكتروني وضعته على باب الحمام، سبحان الله الباب صار يغلق. أنا كنت أريد أن أغلق الباب حتى لا تبان بعورتك للناس، لأن الناس كانوا يكفر معك، فأردت أن أغلق الباب حتى يرى الناس يعورتك. فأنت أخرجت جهاز إلكتروني وضعته على الباب، سبحان الله الباب صار يغلق، فأغلقت الباب. فكما رأيته في تفسير ابن سيرين، نسأل الله أن يزيل همك ويرفع قدرك وتكون من أهل الإيمان وأهل التوحيد، ويجعل الحق على لسانك. فوالله ما تقدمه، والله أنا أعجز يعني أن أقوله، فقد أقول اللهم اكتب أجره وأعلي شأنه الله أن واجعل يسترنا الحق وأن على يغفر لسانك. لنا ولكم يا حبيبي، وأن يبارك اللهم فيكما آمين. جزاك الله خير خير رأيت أخي وشرف الحبيب. وفيت إن شاء الله. جزاك الله خير آمين حبيبي، وإياكم، جزاك جزاك الله. الله خير، والسلام حياك عليكم الله. ورحمة وعليكم الله. السلام، جزاك الله. أيها الحبيب، عشان تدعمنا والقناة ما تقفش، سوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب، ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد.